حميد ينحاشر حلو بيحط الماجد ماجد حشوش ماجد داخل ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة السلام ضربة جزاء واضحة جدا في الدقيقة 20 دقيقة 20 ينطلق ماجد داخل منطقة ال 18 كرة جميلة وحلوة وماجد بقول من غير مراقبة ولكن تزن إعاقته داخل منطقة ال 18 ماجد عبد الله هيلعب ضربة الجزاء وهي ضربة مضمونة جدا بالنسبة لماجد بيشوط ماجد ومسجل هدف هدف حلو جميل بيحط ماجد لأنه ضربة الجزاء قلنا من الأهداف اللي ماجد ما تردد في أن يضعها أهداف مؤكدة